بالجانب الاجتماعي بشكل أدق، يمكن أن يكون هناك
تختلف القضايا سواء عملية تحرير أو كل حقوق الإنسان أو غيرهم قضايا لا ترتبط يعني بالممارسة الإعلامية. هذه النقابة يعني أسست كما قلت اقتصاد التعبدية، لكنها بالمقابل يعني تراهن على خلق جيل جديد من النقابيين قادرين على خلق حركية جديدة في المجال الإعلامي. يعني الكل يعرف يعني أن المغرب يعني يتوفر على النقابات يعني متعددة في مختلف القطاعات، وبالتالي إذا لم يكن هناك ملاحظات فيما يخص هذه النقابة، فيما يخص الأقليمية، فيما يخص الشروط المجهرة التي فيما يخص كذلك الاتفاقيات الجماعية، نقول في النقابة الوطنية للصحة أنه حرية التعبير هو أساس الممارسة الديمقراطية وهو أساس الفعل الإعلامي، لا يجب أن يعني نحد منه بشروط مرتبطة بالبطولات والحد أدنى للظروف وغيرها من الشروط التي تنص في العمق مبدأ الأسس الأساسية وهو مبدأ عفوا. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.